ركن عربته المعدنية المليئة بقطع حديدية وصفائح الألمنيوم وأسلاك نحاس. يقضي يومه كاملا يجمع من شوارع برشلونة ليبيعها ليلا لشركات إعادة التدوير ليجني بضع يوروهات قليلة. صلى معي صلاة الظهر ولحقني بعد الصلاة وقال أريد منك 100 مصحف لأشتريها. قلت 100 مصحف كثير، لماذا كل هذه المصاحف؟ قال بحمد الله تعالى أجمع هذه النفايات المعدنية من سنين في برشلونة، ووضعت لنفسي هدفا أن أبني وقفا لله تعالى، مدرسة قرآنية في قريتي في شمال داكار بالسنغال، لأن أطفالنا يمشون لساعات طوال ليصلوا للقرية المجاورة ليحفظوا القرآن وينقطعوا في موسم الأمطار. وفقني الله تعالى لجمع مبلغ 6000 يورو من كد سنين طويلة، فاشتريت أرضا مساحتها 800 متر وبدأت بناءها لسنين أخرى. دشنتها من 2 شهر وبدأ 100 طالب يحفظون القرآن الكريم وأريد مصاحفا لهم. اقشعر بدني من هذا الرجل العظيم، وجلست أتأمل في حاله ووضعه المادي المتواضع، والذي مع قلة ذات يده صدق الله في قصده وتحقق في الله بضعفه وتحقق الله فيه بقوته. جمعت له كل ما عندنا في المركز من مصاحف، وأخذت حتى التي في مسجدنا ولم تصل ل70 مصحف، ووضعتها له في كرتون، فأصر أن يدفع مقابلها فرفضت بعد إصراري وإقناعي له أننا لم نشتريها بل هي مصاحف وقفية، أخذها وتوارى. أعرف تجارا وسواحا يزوروننا يصرفون مبلغ هذا المشروع الحلم في أيام قلال، بل في يوم واحد من هدايا، ولم يبنوا لله سنتيمترا واحدا فوق أرضه. إنه التوفيق من الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طاب رزقه وكده وأخلص نيته في عمله، ففتح الله على يديه ورسم حلما وسعى له، فكتب الله له التوفيق والقبول. اللهم لا تحرمنا عملا صالحا يقربنا إليك. هنيئا له على ما فعل، وتقبل الله إخلاصه وصدقه مع الله، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. سليم بن عمارة من أسبانيا.